ياللي بحبه يا ناس غايب ما بيسأل عني، كلمة حب وإحساس سرق لي قلبي مني. يا ناس لا تلوموني وعن غدره لا تحكوني، لو تزعل من عيوني صرخة قلبي بتقول أنا مش قادر انسى غيابك، انسى أحلى غرام، أنا بيعز علي بعدك مهما طالوا الأيام. دمعاتي بتشهد عفراقك وعيوني ما بتنام، أنا من دونك عمري غايب وفراقك والله حرام. الله عسلم الصوت. طبعا لليوم معنا بالفن هيك له نصيب كثير كبير بحلقتنا لليوم. راح يكون معنا اليوم ضيفنا عزيز علينا، موهبه اردنيه جميله جدا، صوت رائع زي ما سمعتوا. راح يكون معنا مصعب محادين وهو مغني وملحن ايضا وليس فقط مغني، فخلينا نتعرف على هذه الموهبه الجميله والصوت الرائع اللي جد هيك صوته عذب بخضم هذه الاصوات النشاز. في بعض الاحيان هيك بنشعر بحظ انه احنا معنا اليوم صوت عذب ونقي مثل صوت مصعب. اهلا وسهلا فيك، صباح الخير. اهلا صباح فيكم مصعب. صباح النور. بالبدايه بصبح عليكم، صباح الخير كاثي، صباح الخير تالا، صباح الخير لكل حدا عم يحضرنا على شاشه التلفزيون الاردن اليوم. اهلا وسهلا فيك. أهلاً. طبعا اول شيء يسلم هالصوت، يعني شكرا. مصعب ما شاء الله على صوتك، يعني طاقه غير شكل وقوه صوت كثير كبيره ما شاء الله. شكرا. خلينا اول شيء نعرف المشاهدين كيف كانت بداياتك مصعب، ونشوف شو كيف كان مشوارك الفني، وخلينا نخصص اكثر كيف دخلت عالم الغناء. هلا بالبدايه اكيد دائما البدايه لكل فنان البيت طبعا، الاهل هم بالبدايه غنيت قدامهم، اعطوني ثقه اظهرها قدام الناس انه انا فعلا في عندي موهبه اقدر اغني. شوي شوي الموضوع صار يتطور اكثر للمدرسه، لحفلات معهد الوطني للموسيقى، حفلات خاصه، وهلا من فتره من بدايه السنه عم بحب افرجي الناس موهبتي بطريقه محترفه اكثر من اللي قبل. فتوجهت للاستوديو. هلا بالاستوديو عم بيصير في شغل بالموسيقى ككواليتي اعلى حتى توصل هاي الموهبه او الاحساس اللي بدي اياه يوصل للناس بطريقه شوي محترفه اكثر يعني. صحيح. من قبل بنشوف بعض الفنانين بتاثروا بفنانين كبار او عظام زي اللي مروا، مثلا وديع الصافي اللي هذا الصوت اللي ما بنتسى لليوم نحن بنحكي بابداعاته، ملحم بركات كملحن ومغني ايضا لسه لليوم احنا نحكي بالحان وصوت ملحم بركات، بمين تاثر مصعب؟ هلا ما التاثر بيكون مش بفنان معين، اللي بيحكي لك متاثر بهذا الفنان بس عمل كوبي يعني. فبصير الموضوع زي كانه نسخ بالضبط. صح. فالموضوع بيكون متاثر باكثر من شخص، شخصيه موسيقيه. أوكي. خلينا نحكي مش بشخصيته اللي على المسرح مثلا. فاذا نرجع للزمن لقبل، انا يعني بالبيت عم نسمع كنا ام كلثوم، تعودنا عليهم، على عبد الوهاب، ميال اكثر انا لموضوع اللهجه المصريه بالستايل المصري. من العصر الحديث او من الفنانين الموجودين طبعا كلهم على عيننا وراسنا من فوق، فضل شاكر كاحساس طبعا، التكنيك والقدره الغنائيه الفظيعه اللي عند صابر الرباعي مثلا طبعا طبعاً. يعني هي خليط، يعني بحب اخذ من كل حدا اللي بقدر اخذه بيطلع بعدين شخصيه مصعب بالغناء طبعاً. شخصيته طبعاً. وستايله طبعا، فهي هيك يعني. طب مصعب كم اغنيه لك في السوق حاليا؟ هلا اغنيه خاصه، انا نزلت اغنيه واحده خاصه بس حاليا سنجل. هي الحان وكلمات جديده طبعا سنجل. قبل هيك كنت عم بعمل كفرز اغنيه لمطرب او مدلة، فانا بعيدها بتوزيع جديد طبعا. بتعاون مع جوزيف دمرجيان بالتوزيع الموسيقي، واحمد مراد كتب لي كلمات الاغنيه الجديده. نعم. هلا حنحكي يمكن عنها كمان. طب بدنا نسمعها معناته عشان نحكي عنها. اسمعكم اياها ولا تسمعوها؟ لا نسمع لها. خلينا نشوف. أوكي. يلا تمام. كبرياء غلطة ونتج عنها فراق.
قدامك يفيد بإيه؟ خسارة ضايع الاتفاق. يمكن من الأول ده كان سوء اختيار، مش سهل على الواحد كمان ياخد قرار. أنا لومي كله مش عليك، ولا كنت ناوي أجرح عينيك، آخرها كده ما احناش لبعض. أغنية جميلة جدا ورائعة. شكرا لك. بتحكي لنا أكثر عنها، وليش الاتجاه ل يعني اللهجة المصرية؟ هلا احنا بنشوف مصر أم الدنيا، ومصر يعني بدك تيجي تحكي فن أول ما بدك تحكي بتحكي مصر. مصر أنتجت فنانين، كان مغنيين أو ممثلين، يعني هلا محمد صلاح بمجال كرة القدم، ودائما تنتج طبعا. مصر، مصر ولادة لليوم. فليش اتجهت للهجة المصرية تحديدا، وتحدثنا أكثر عن هذه الأغنية؟ هلا الأغنية بالبداية أحكي لك عنها سوء اختيار، انكتبت كلمات صديقي وأخوي أحمد مراد، ألحاني كانت، توزيع موسيقي آلات موسيقية وجيتارات جوزيف دمرجيان. حبينا نعمل بالأغنية نحكي فيها شوي عن الأشياء اللي بتصير بالمجتمع. صحيح. سوء الاختيار هو أي حدا بمر فيه، بتخيل من الناس سوء الاختيار بشريك الحياة للأسف بيؤدي، ما بدي أحكي نهاية مأساوية، بس بيؤدي لنهاية شوي مش حزينة. صح. صح. فالسبب بيرجع لسوء الاختيار بالبداية، أنه مش ذنبي حبك ولا هو ذنبك، الغلطة كانت من الأساس، يعني من كلمات الأغنية. نعم. فحبينا نحكي عن هذا الإشي اللي بيمس شوي الناس. من ناحية ليش سوري أكمل شغلة بس. تم التعاون برضو مع الأتراك اسطنبول سترينجز، اللي هم كمان جات على مستوى العالم. طبعا. عزفوا فيها، أعطونا شوي لمسة تركية بالأغنية. نعم. نعم. هندسة صوت وميكس وماستر كانت عمر صباغ بلبنان، وعزف فيها العظيم طبعا غسان أبو حلتم كلارينت سولو. طبعا. فكومبينيشن شوي هيك لطيف. هلأ ليش توجهت للهجة المصرية؟ هو مش باختياري الموضوع، مش الواحد بيختار. يعني يمكن تأثري بالأغاني المصرية القديمة خلى عندي شوي حب للهجة المصرية، بس أنا برضو غنيت كفرز باللبناني وبالخليجي، فما عندي اي مشكله. هو بالبق لصوته هلا بيزبط طبعا سعلا. هيك وهيك، بس يعني لحد الان هاي السنجل المصري، بس في كمان اللهجه المصريه اقرب لقلوب كل العالم صراحه. حلوة يعني الواحد خلي الواحد يكون واقع، يعني سهله سلسه بالغناء. صح طبعا. اكيد. طب مصعب شو، احنا شوي طماعين وحابين نسمع شيء كمان منك. اوكي ما في مشكله طبعا. قول لي يا حبيبي ليه وانت عني بعيد، انا شوقي ليك بيزيد، وان جيت انا برتاح. قولي يا حبيبي ايه اللي غيرني، وازاي بتشغلني عن عمري قبلك راح. معك قلبي وبلاش تغيب عني بتوحشني، معك قلبي والله ولا بنساك، معك قلبي وبلاش تغيب عني بتوحشني، ماليش غيرك حبيب قلبي يا أحلى مالك. الله عليك. شكرا. الله عليك. منشوف الفنان الأردني دائما بيذهب للأغنية الوطنية بشكل أو بآخر، حتى يعني ينجح أكثر، أو حتى نعرف هذا الفنان بيتجه للأغنية الوطنية. حب الشعب الأردني للأغاني الوطنية أكثر، يعني إحنا نشوف ما بعراسنا كل أغنية أغاني وطنية، نادرا ما تلاقي الأغاني اللي يعني بتوجه للرومانسية أو إلى مثلا الأغاني الهادية وسولها موجودة، ولكن أكثر لها جزء بالضبط، ولكن أكثر الأغاني الوطنية. الأغاني الوطنية وين أخذت من مصعب؟ يعني دائما الوطن بالبال أكيد. نعم. والأغنية الوطنية هي أهم من أهم عوامل النجاح لأي فنان شو ما كانت جنسيته طبعا. نعم.
فاللي عم بيصير حاليا في اكثر من لحن وفي اكثر من قصيده كلمات طبعا. موجودين حاليا عم بدي اختار للاغاني الوطنيه، بس فعليا ما بدي الستايل اللي متعارف عليه اللي هو بالاغاني الوطنيه اللي موجوده. عم بكون بدي شيء شوي مختلف وبطريقه يعني يكون بالمستوى المطلوب يرقى بالاغنيه الوطنيه، وراح اكون حذر كثير بهذا الاختيار لانه فعليا الوطن يعني بيستاهل كل شيء راقي من عندي صح. واحسن امكانياتي حتى اقدمها للوطن، فان شاء الله يعني موجود اكيد قريباً. عم بنحضر ان شاء الله طبعا. طب مصعب، ممكن انه يصير في بينك وبين فنانين عرب مثلا تعاون او صار اصلا؟ هلا فيه نعم، عم بنحضر برضه كمان كاتب وملحن من مصر هلا في عم بشتغل على اغنيه جديده خاصه برضه، كنت حاكي بلقاءات قبل عن شيء مختلف، هلا تغير الاتجاه لاغنيه ثانيه. تمام. يعني دائما بحب اكون طبعا متجدد ومواكب اكيد، لانه بتعرفي الوسط الفني شوي يعني مش انه بدي انزل الاغنيه هاي بعد 6 اشهر خلص بدي انزلها بعد 6 اشهر، فبصير الموضوع لا يعني قبل بوقت لا بدي هاي الاغنيه هلا حسب شو الناس بتحب اكثر، شو الناس بوصل لقلوبها هذا الستايل او لا. فهلا في تعاون مع اغنيه ملحنين من مصر، ملحن مصري الاستاذ خالد تهامي ومحمد عز كاتب الكلمات، وراح تشتغل توزيع موسيقي مع جوزيف دمرجيان، عم بنحضر لها ان شاء الله يعني قيد التنفيذ ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق هذه الاغنيه الجديده. كل الشكر. طب خلينا نشوف بنشوف حضرتك قبل الهوا سالتك شو بتشتغل، قلت لي مهندس اتصالات. مهندس اتصالات وفنان، في صعوبات بتواجه الفنان الاردني بشكل او باخر، ايش الصعوبات اللي واجهت مصعب وكيف تتغلب عليها؟ هلا من ناحيه انه انا مهندس وفنان مهندس. هاي الحمد لله يعني مش عم بواجه فيها صعوبه بالعكس، يعني شغلي عم بوفر لي الراحه اللي انا بدي اياها حتى اقدر اقدم موسيقى طبعا. بتعاون معي اذا بدنا نحكي اكثر كمان. مشاكل واجهتها وصعوبات بلاوي يعني كل حدا مر، ما بديش احكي واعمل فيها الجو، لا كل حدا مر، بس عادي تسكر كثير بواب بوجهي، رنيت كثير على ناس سكروا خط بوجهي، اشتغلت اكثر من مره باكثر من مكان لمده شهر وما انعطيت يعني فلوس، عرفتي كيف؟ صح. مش فلوسي، فلوس الاشياء اللي انا دفعتها كمان. مثلا فانه يعني كثير صعوبات، الحمد لله يعني الواحد بيتعلم يعني طبعا. اذا ما مرق بهاي الصعوبات ما راح يتعلم ولا ما راح يشعر هيك بلذة النجاح صدقني. يعني يمكن بنظر الناس اللي انا واصل له لسه ولا شيء، بس انا بنظري اول خطوه بالسلم بس انا فخور فيها كثير ان شاء الله. غيرك شايفك ومش مصدق يعني انت وصلت لمرحله هو مش قادر يوصلها، فيعني دائما كل واحد نسبي لكل شخص. انا رسالتي انه مش سهل يعني الموضوع صح. ابدا يعني صح. انا يمكن على اول سلم لسه ولا شيء بنظر الناس، بس فخور كثير طبعا احنا فخورين فيك ولسه صح. يعني ان شاء الله بسم الله عندك طاقه وعندك صوت رائع يعني اكيد بوصلك يعني لشريحه كثير كبيره من المجتمع. في كمان سؤال حاب اسالك، مين كان الداعم لك من الأساس؟ هلأ في أشخاص يعني معينين حابب تذكر أسميهم بدعموك؟ أمي أول حدا يعني. أكيد نوجه لها تحية نصبح عليها نصبح عليها أكيد يعني من البيت هي اللي أعطتني ثقة أقدر أغني مبدئيا صح. قدام صح. الأهل يعني صح. والأصحاب أنه أنت في عندك إشي تقدمه، فهي أهم حدا يعني بحياتي أكيد أكيد بعد الأهل كلهم يعني الأصحاب. يعني في شخص أنا لازم أخصه بالذكر، هو صديقي من زمان كثير، هو اللي كاتب كلمات سوء اختيار وهو المنتج برضه عم بيكون حاليا معي، احمد مراد يعني كثير عم بيكون داعم لي، هو مميز بالدعم، بدعمني بالفشل قبل النجاح. ف هذا صديق طبعا طبعا تمام وكل حدا عم بدعمه وعم بشوف شيء وبيعجبه وبيحكي كلمه حلوه طبعا بكومنت او بلايك، فشكرا لكل حدا يعني ما في أكيد. ما في شخص كمان معين تمام. هيك نسمع اغنيه اخيره عشان يعني مشاهدين الصوت هذا الرائع مش لازم يمر هيك مرور الكرام. نختم بالاغنيه يلا. قبل ما نختم بس بدي اشكر تلفزيون الاردن اليوم بالعكس. اشكركم كافي وتالا، شكرا لسعاد كمان على المقابله اللطيفه، حسيت حالي بدردش صراحه ما في شيء يعني بالعكس بيتك الثاني. شكرا شكرا كثير. على بالي اكتب غني على بالي على بالي تحكي عاللي صاير فيي وشو غير أحوالي، تحكي اللي مخبى بعيني كيف ضاعت منا الحنية، حتى القلب الكاين طيب كيف ضايع من حالي، يرجع فينا الماضي شوي على بالي على بالي، أعرف شو اللي تغير فيه وساني عالغالي،
بعرف ما تبان علي عتاب وعلي كاين فيه مش هيدا اللي قلبه حبه ولا خصه بحالي لو في مسح له الدمع اللي زرعت عخده ضويله بهالعتم شمعة ورجع كل شي بده يرجع كل شي مثل الأول على بالي على بالي